السلام عليكم. اليوم نعود إلى التليفريك تاع وهران، يعني المصعد الهوائي اللي راه الأشغال انتهت به، لكن يعني عند يعني حسب الصور كان بعض الملاحظات حبيت نعطيها للمسؤولين من هذا المنبر. أولا قضية المحيط نتاع التليفريك هذا لازم إعادة النظر في البيزاج تاع المسار تاع التليفريك هذا، لكن لازم يكون ان بيزاج سياحي ويليق المناظر، تكون مناظر تليق بالسمعة السياحية تاع مدينة وهران. إذن يفو ان اميناجمون نتاع المسار نتاع التراموي هذا باش تكون البنايات بالشكل لائق اولا، وثانيا كاين بعض السكان يعني في الماضي في التليفريك اللي كان من قبل كان بعض السكان اللي انزعجوا من مرور التليفريك فوق يعني بعض البنايات، لابد حل المشاكل هذه اولا. ثانيا قضية يعني المسار هذا لابد ندير استثمارات في المنطقة ككل، يعني في الجبل هذا ككل تكون فيه نضيف محطات سياحية أخرى، ندير فنادق جديدة مش تكون كبيرة بزاف، لكن تكون فيه بعض المرافق جديدة تنشأ في المنطقة هذه تاع جبل مرجاجو والمحيطة، تكون معالم يعني سياحية، فنادق سياحية في المنطقة هذه، يعني تطوروا، لازم تكون فيه تطوير عقلاني ومدروس للمنطقة ككل ومراعاة مناطق غابية، يعني ان بيزاج تكون فيه مثلا زهور، ان بارك يديروا ان بارك على المسار هذا، يكون فيه امور اللي تحسن الصورة التي سوف يأخذها زائر او سائح عندما ينتقل بالتليفريك هذايا. ان شاء الله يعني السلطات تاخذ بالاعتبار الملاحظات، لانه القضيه مش قضيه غير تليفريك برك ودير تليفريك ومشيه، قضيه يعني لانفيرونمون هذا المشكل هذا مطروح في مدينه الجزائر. تاخذ تليفريك تطير في التليفريك تشوف فوق تشوف العجب. لازم يكون فيه ناميناجمون نتاع لو تراسي نتاع لو تليفريك هذا، وان شاء الله يكون فيها خير. نخليكم مع نهايه الفيديو، السلام عليكم.